سلام مميز من أبناء المهجرين في الداخل السوري إلى أهلهم وذويهم. فالسوريون ليسوا مهجرين في الدول المجاورة فحسب، بل في الداخل أيضا، بالنظر إلى أن بعضهم غير قادر على الانتقال وتجشم عناء ومخاطر الترحال في ظروف أمنية صعبة. هذول كانوا قاعدين بالحدائق وجبناهم لهون وأمنا لهم كل شيء من متطلبات القانون. تأمين السكني وتوابعه يعني أن القضية لها أفق زمني لا يمكن تقدير مداه، مما يقتضي البحث عن تأمين الاحتياجات. عم نأمن لهم الخدمات الأساسية، من خدمات صحية، خدمات إنسانية أساسية. لكن الألم لا يصيب إلا صاحبه. وهربنا من البيت وجينا على الحديقة. الأوضاع الأمنية ما زالت تفرض حالها على المجتمع السوري، ففي حلب تتواصل العمليات العسكرية في أحياء الشعار والصخور وسيف الدولة، قاضي عسكر وقلعة المدينة ومدينة الباب. وأفاد ناشطون عن وقوع إصابات كثيرة في هذه الأحياء بفعل القصف الجوي، مما ألحق خسائر فادحة في الممتلكات. وفي ريف حلب الغربي نشر عناصر ما يعرف بكتائب التوحيد في دارة عزة صورا تظهر حرية الحركة للمقاتلين في تنقلاتهم. وفي دمشق تواصلت الاشتباكات وأعمال القصف، لا سيما في حيي العسال والحجر الأسود والمأدنية وحي القدم، راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى وأفيد عن إعدامات ميدانية. أما مدينة يبرود فقد استهدفت بقصف الطيران الحربي، فيما تركز المدفعي على الغوطة الشرقية. وأفادت شبكة شام المعارضة أن مدينة الزبدان تعرضت للقصف المدفعي لليوم 72 على التوالي، وأن الدمار في المدينة طاول معظم الأحياء والمنازل. وفي الحسكة تدور اشتباكات في حي شدادي، وفق لجان التنسيق التي ذكرت أن قلعة الحصن عادت تتعرض لقصف الدبابات، وكذلك الرستن وحارة التركمان وجبل التلج والقصير في حمص. ونشر الناشطون صورا لحجم الخراب في حمص القصور من مكان عال يظهر الدمار الهائل الذي أصاب الحي. وفي خربة غزالي في درعا أفادت لجان التنسيق عن انفجار بحافلة ركاب، ولم تتبدل الأوضاع في إدلب وكان صفرة ومدينة تفتناس. وتواصلت الاشتباكات في البوكمال، وأفيد عن اقتحام حي 40 في حماة من قبل قوات النظام. ومع بدء الدراسة في سوريا افتتح أطفال مدينة حموري في ريف دمشق دراستهم بنهج مختلف. وكذلك المقاتلون لهم أسلوبهم في تقطيع أوقات الظلمة. والمزيد من المظاهرات. وعلى صعيد الانشقاقات انضمام رئيس قسم شرطة جبلة سامر محمد الحلبي إلى المعارضين. وتبقى الأجواء السورية محكومة بحركة الطيران الحربي فوق المدن والأحياء على ما يقول وينشر الناشطون. عصام عبد الله، BBC.